تشتهر منطقة الشجاية في شمال غرب دولة الكويت كموقع تتجمع فيه مياه الأمطار الموسمية لتبقى لفترات زمنية طويلة بين الشقوق الأرضية التي اشتق منها اسم الشجاية. وقد كانت الشجاية ملجأً لأهل البادية عندما تشح مصادر المياه المتوفرة في الصحراء الكويتية ليجد فيها ما تبقى من مياه الأمطار متجمعة بين الشقوق، ومن ثم تكون نجاة لهم من العطش والهلاك. من هذا المنطلق تم وضع رؤية رائدة لبناء مشروع مجمع الشجاية للطاقات المتجددة. يستهدف المشروع استغلال منطقة الشجاية في وقتنا الحاضر كموقع لحصاد الطاقة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يساعد المشروع على توفير جزء مهم ومكمل لمصادر الطاقة الأخرى لتزويد دولة الكويت بحاجاتها السنوية من الطاقة الكهربائية، خصوصاً في فترة الصيف عندما يكون الطلب على الطاقة الكهربائية في أوج ذروته. موقع مشروع مجمع الشجاية. يبعد المشروع عن مدينة الكويت مسافة 100 كيلومتر غرب البلاد في منطقة تتميز بشدة حرارتها وسطوع الشمس فيها طوال العام واتساع الأراضي المفتوحة فيها وطبيعة أرضها الصحراوية الشاسعة وسهولة التضاريس، ما يجعلها المكان الأمثل لإقامة مثل هذا المشروع. وقد تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل، وهي المرحلة الأولى يتم خلالها تصميم وإنشاء وتشغيل أول محطة متكاملة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة ومتعددة، تنقسم بداخلها إلى ثلاث محطات جزئية، وهي محطة الشجاية للطاقة الشمسية الحرارية بسعة 50 ميجاوات وبقدرة تخزينية تصل إلى 10 ساعات متواصلة، محطة الشجاية للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 10 ميجاوات، ومحطة الشجاية لطاقة الرياح بسعة 10 ميجاوات. وكذلك تهدف المرحلة الأولى إلى تأهيل البنية التحتية للموقع وإنشاء محول للكهرباء، وهو خاص بربط المجمع بالشبكة الكهربائية الرئيسية في البلاد، وكذلك مد خط ربط كهربائي بطول 35 كيلومتر يصل إلى أقرب محطة تحويل كهربائية بالموقع. المرحلة الثانية، وهي عبارة عن استكمال المجمع حتى تصل القدرة المركبة القصوى إلى 1000 ميجاوات بتقنيات متعددة، وسوف يتم تنفيذها على خطوتين. الأولى توسعة المجمع للوصول إلى قدرة مركبة تصل إلى 450 ميجاوات، والثانية إضافة 480 ميجاوات لاستكمال المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، وفيها يتم استكمال مجمع الشجاية للطاقات المتجددة بسعة إجمالية تصل إلى 2000 ميجاوات تجميعية، وسوف يتم تنفيذها على خطوتين. الأولى توسعة المجمع للوصول إلى قدرة مركبة تصل إلى 530 ميجاوات، والثانية إضافة 470 ميجاوات لاستكمال المرحلة الثالثة والنهائية. تم توزيع التقنيات المستخدمة في مجمع الشجاية للطاقة المتجددة حسب نتائج دراسة معهد الكويت للأبحاث العلمية لأفضل مزيج للتقنيات المختلفة التي تحقق أعلى إنتاج من الطاقة في العام، حيث تنقسم هذه التقنيات إلى: أولاً 750 ميجاوات للطاقة الشمسية الحرارية بنسبة 37% من المجمع. ثانياً 713 ميجاوات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة تصل إلى 36% من المجمع. ثالثاً
400 ميجا وات لأبراج التركيز الحرارية بنسبة 20% من المجمع. رابعاً، 142 ميجا وات لطاقة الرياح بنسبة 7% من المجمع. كما يحتوي المجمع على مركز لأبحاث وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة. مدخل رئيسي للمجمع. منطقة للألواح الشمسية الكهروضوئية، ثم تليها منطقة البحث والتطوير أو ما يمكن تسميتها قرية الأبحاث، إضافة إلى المناطق المحجوزة للطاقة الشمسية الحرارية على مساحات محسوبة بدقة عالية. المجمع السكني لموظفي ومهندسي التشغيل والصيانة في جميع المحطات المزمع إقامتها. محطة إعادة تدوير المياه للاستخدام داخل المجمع. منطقة اختبار التقنيات الحديثة والواعدة في مجال الطاقة الشمسية الحرارية. كما يشتمل المجمع على محطات لإنتاج الكهرباء باستخدام الأبراج العاكسة، والتي تعد إحدى التقنيات الواعدة والمتوقع وصولها إلى مستويات متقدمة في الأسواق العالمية خلال الخمسة أعوام القادمة. وتتلخص فكرة الأبراج العاكسة في تركيز أشعة الشمس لأعلى نقطة تكون في قمة البرج الذي يصل ارتفاعه إلى 80 متراً، يتم خلالها تسخين مادة زيتية تسمى مولتن سولت. تتميز هذه المادة باستيعابها لدرجات الحرارة العالية لمدد زمنية طويلة، ليتم بعدها تسخين بخار الماء الذي يقوم بدوره في تشغيل التوربينات البخارية، ومن ثم توليد الطاقة الكهربائية. ومن أهم ما يميز محطة الشجاية للطاقة الشمسية الحرارية هو استخدام نظام التبريد بالهواء، حيث تم تلافي استخدام المياه كوسط تبريدي للبخار. أما فيما يتعلق بطاقة الرياح، فسوف يكون هناك صفان من توربينات الرياح يتم وضعها بالاتجاه الشمالي الغربي، وذلك بمواجهة الرياح الموسمية التي تهب عادة من شمال غرب دولة الكويت، والتي تتركز في فصل الصيف بما يعرف برياح البوارح، حيث وضعت خطة للاستفادة منها لإنتاج طاقة الرياح أثناء وقت الذروة. سينتج مجمع الشجاية للطاقة المتجددة حال إتمامه ما يعادل 5848 ميجا وات سنوياً، كما سيوفر 12,532,991 برميلاً من الوقود سنوياً، إضافة إلى توفيره 10,558 فرصة عمل أثناء الإنشاء، وقرابة 1,194 فرصة وظيفية أثناء التشغيل. كما سيساهم المجمع في منع انبعاث 5,088,900 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون الضار للبيئة. إن مشروع الشجاية ليس مجرد مشروع لإنتاج الطاقة من مصادر بديلة فحسب، بل هو مشروع دولة يتأمل منه بالإضافة إلى تعزيز أمن الطاقة
وتنويع مصادرها، دفع عجلة التنمية، وخلق فرص استثمارية لرأس المال المحلي والأجنبي، ما ينعكس إيجاباً على حركة الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة وغير تقليدية. مشروع مجمع الشقاية هو المشروع التنموي الذي يجسد رؤية وطنية طموحة للحفاظ على مقدرات وطننا العزيز وتعزيز مكانته في مصاف الدول المتقدمة لتحقيق المستقبل المنشود لأجيالنا في الحاضر والمستقبل.